من القاهرة ينضم الينا الكاتب الصحفي اشرف ابو الهول مدير تحرير جريدة الاهرام استاذ اشرف اهلا وسهلا بحضرتك ما الذي يضيفه هذا الظرف الدقيق على الفريقين الحاضرين الى العاصمة المصرية القاهرة للاطلاع بدور او على الاقل بالحد الادنى من هذا الدور في هذه المرحلة يعني بالتاكيد الظرف الدقيق الذي نعيشه يعني ظرف ضاغط بمنتهى القوة على كل من السلطه الفلسطينيه وحماس ليس امامهم اي فرصه للمناوره لابد من الاتفاق لابد من حل القضايا العالقه بينهم لانه من يدفع الثمن هو المواطن الفلسطيني في غزه هو استمرار العدوان الاسرائيلي هو استمرار المذابح التي ترتكب واخرها المذابح التي يعني تجرى في الثلاثه ايام الاخيره في منطقة جباليا لدرجة أن إسرائيل حصرتها وعزلتها عن العالم وبالتالي يعني الآن وفدي الحركة مجتمعين لابد أن يأخذ في الحسبان هذا الأمر ليس هناك فرصة للتمسك بالسلطة من أي طرف كان وإنما لابد أن تكون هناك تنازلات يعني من الطرفين حتى يعني تعود السيطرة على المعابر وتقديم الخدمات للشعب الفلسطيني والا فانه البديل سيكون يعني ربما يعني تاييد البعض لقيام اسرائيل بتشكيل ما يشبه يعني لجان القرى او روابط القرى او غيرها ولن يكون هناك مفر من هذا لكن عندما يتفق الطرفان على يعني الاقتراح الموجود حاليا تشكيل لجنة إسناد مجتمعي لإدارة المعابر لإدارة الشؤون الإنسانية في القطاع تكون بعيدة عن الفصائل يعني هذا سيكون أمر جيد جدا ولين يعني ومن غير المسموح أن يغادر الطرفان دون أن يتفق ويضع كل التفاصيل استاذ اشرف مستوى التمثيل لوفدي الحركه في القاهره في اجتماعات التي في الاجتماعات التي تجرى خلال هذا اليوم ربما لا يعلم ما اذا كانت ستمتد ام لا مستوى تمثيل يقول بان الافكار او على الاقل الخطوط العريضه لهذه الافكار وهي جزء من الخبرات المصريه القديمه والمتراكمه لهذا الملف هي حاضره بالفعل وربما يكون قد جرى الاتفاق حول هذه المحددات، هذا فهم سديد في محله او ربما يكون متقدم كثيرا عما هو حاصل؟ بالتأكيد بالتاكيد نحن كنا نتصور ان ياتي الطرفان ليبحثا من جديد كيفيه حل الازمه الحاليه لكن واضح ان هناك اتفاق اطار على تشكيل لجنه الاسناد المجتمعي وان تكون لجنه غير فصائليه وان تتكون من 10 ل 15 فردا وان تقوم بتقديم الخدمات واداره المعابر وبالتالي يعني هذا طرح جيد جدا لانه اولا يتجاوز يعني مخاوف حماس من اخراجها من الساحه تماما ويسمح لها بالموافقة على هذه اللجنة التي تحسب فقط للشعب الفلسطيني ولا تكون هذه اللجنة ذات يعني شق أمني أو شق سياسي وإنما فقط شق اجتماعي شق يقدم المساعدات للناس يقدم الخدمات يدير المعابر وهي يعني الرئه الكبرى او الحقيقيه لقطاع غزه ان لم يعود معبر رفح للعمل وان لم تعود المعابر الاخرى للعمل ستزداد الامور سوءا بالنسبه للشعب الفلسطيني وبالتالي اعتقد انه يمكن ان يكون كل طرف قد جاء ومعه مقترحات باسماء المرشحين لعدويه هذه اللجنه واذا حدث هذا واذا تم الاتفاق والتاكيد على مرجعيتها للسلطه الفلسطينيه وبالتالي ستكون الامور افضل بكثير. استاذ اشرف كثير من الاطروحات التي كان يتم البعض تقديمها بحسن نيه وربما في اوقات كثيره بسوء نيه كانت تتعامل بدرجه ما من انعدام الواقعيه تقريبا لكن الطرح المصري حضرتك اشرت الى انه يعلي من المحددات الوطنيه الداخليه الفلسطينيه كما انه يبدو واقعيا تماما ويلبي متطلبات كل الاطراف على السواء. كيف يمكن ترجمه هذه التصورات وهذه الاطروحات لان هناك على ما بدا خلال عام تقريبا هناك اياد كثيره تحاول ان تعبث بهذه المنطقه او بما يجري في قطاع غزه يعني دعني اقول لك بصراحه انه كل الرهانات لكل الاطراف سقطت كانت حماس تامل خلال الفتره الماضيه ان تحدث اشياء خارجيه تؤدي الى قلب الاوضاع فتظل كما هي في السلطه تديرها بالاسلوب السابق كانت تأمل فتره ان يحدث انتفاضه في العالم العربي او ان تكون هناك انتفاضه في الضفه الغربيه او انه قوى اخرى تتدخل بشكل قوي جدا فتنهك اسرائيل وتجبرها على وقف العمليات وايضا كانوا يأملون في فتره ان تدخل ايران وفي فترات سابقه يعني كانوا يأملوا ان تنجح الضغوط الدوليه قرارات سواء من مجلس الامن او المحاكم الدوليه، كل هذه الخيارات سقطت والان لم يعد امام حماس سوى يعني ان توافق على صيغه تحفظ وجودها وفي نفس الوقت تحفظ للشعب الفلسطيني حقوقه، من حق الناس ان يحصلوا على يعني الخدمات المحرومين منها يحصلوا على الدواء والغذاء والماء وكل شيء بعيدا عن الجدال ومن سيحكم ومن لن يحكم والسلطه ايضا كان هناك قدر من التكاسل وعدم الخوض بقوه في المساله اعتقد الان الكل موضوع امام مسؤولياته ومصر يعني مع وضع هذه الفكره الفكرة البسيطة جدا والثالثة جدا لجنة يتم التوافق عليها تضم شخصيات غير فصائلية تقوم بالعمل غير السياسي وغير الأمني أظن أن هذه صيغة سحرية يمكن أن يقبل بها الطرفان وكل طرف لن يشعر أنه تم الانتقاص من يعني حقوقه أو قدره ولكن يعني تأتي هذه اللجنة فقط لخدمة الشعب الفلسطيني الحديث وفق المصادر التي كانت قد امدتنا ببعض المعلومات الخاصه بما يجري من هذا الاجتماع كانت تتحدث ليس فقط عن بعض هذه الملفات لكن حتى ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني في هذه المرحله واذا كنت حضرتك اشرت الى بعض المحددات المرتبطه بحماس فاسرائيل في المقابل لا تفرق بين الجبهتين على السواء لن نسمح بحماسستان ولا فتحستان هذا سيقه اسرائيليا في اكثر من مناسبه وبالتالي كيف يمكن الاطلاع بالادوار التي تناط بكلا الفريقين للوصول إلى إزالة الشوائب أو تنقية بعض ما علق في البيت الداخلي الفلسطيني في المرحلة الأخيرة أستاذ أشرف يعني أعتقد أن إسرائيل كانت لها توافق مع الولايات المتحدة وربما بريطانيا وفرنسا وعدد من الدول الأوروبية على عدم السماح لحماس بالاستمرار في إدارة القطاع بعد الحرب أظن أن الصيغة المطروحة يعني يعني توفر هذه يعني المساله بشكل مختلف تعطي الحماس الحق في المشاركة في اختيار من يدير القطاع دون أن تشارك هي وأن يكون الطرف الذي يدير القطاع طرف مستقل إسرائيل كانت دائما وأبدا تقول لا لحماس ولا لفتح رغم أننا جميعا وعلى مدى سنوات كنا نرى نتنياهو وهو يتباهى بأنه يحافظ على الانقسام وكان يعني يسمح هو بدخول الأموال حماس ودخول المساعدات وغيرها، الان يريد ان يكفر عن اخطائه فينتقم من حماس وينتقم من السلطه معا وهذا امر يعني مرفوض لانه لابد من ايقاف هذا العدوان تحت اي ظرف من الظروف طالما يعني تهيأت صيغه يمكن القبول بها وتكون يعني مسموح لها ان تتحرك بدون اي معوقات لانه لو افترضنا انه فرضت السلطه علي اداره غزه مره اخري ربما يتصدي لها يعني وربما